السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم باليمن والبركات. في مشروع لم يتم ولكن ما زال في مراحل الإنجاز، وهو إنجاز طريق مشاة من المسجد النبوي إلى مسجد قباء، بحيث أن يتمكن المشاة من السير من المسجد النبوي إلى مسجد قباء. ولكن في فيديوهات كثيرة يعني شفتها في الموضوع ده، ولكن تحديد المكان وبداية الطريق يعني حسب يعني رؤيتي لم تطرق له أحد. الآن هذا القبلة، هذا المسجد النبوي، وهذه القبلة طبعا هكذا. نحن سنتجه نجعل يعني ظهورنا هكذا، يعتبر الاتجاه ايش؟ جنوب غرب، جنوب غرب كده. طيب ماشي الحال كده، يعني الحرم يكون في هذا الاتجاه، خروجنا هكذا ثم نتجه هكذا والقبلة هكذا. الآن أصبح المسجد النبوي هكذا، نعود نذكر القبلة هكذا، نحن سنتجه هكذا، ما زلنا نتجه إلى بداية الطريق قباء للمشاة. شوف عاد انتوا حددوا الهوتيل اللي ايش اللي هو المعلم اللي يتضح لكم. طبعا نحن يكون هذه هي الزاوية، وهذا هو الطريق، هذا هو بدايته. يعني بس حبيت انكم تعرفوا بداية الطريق. هذا الاوتيلات والمعالم بحاول اوريكم اياها عشان تعرفوا كيف الطريق بدايته. طبعا لسه لم يتم يعني استكمال المشروع، ولكن ان شاء الله عن قريب يتم استكماله. هذه جهة اخرى حاول اعرفكم بها على بداية طريق المشاة لمسجد قباء، هذا الحرم طبعا كذا. نحن القبلة هكذا، مسجد الغمام، هذا ميلينيوم طيبة. الطريق طبعا يبدأ من هناك، وهذا الممشى في الليل، وهذا الوقت أنا بعد صلاة العشاء. هناك الحرم النبوي، هذا الممشى. طبعا في محطة اللي هو الباص السياحي. حاول برضو أعطيكم كده مشهد. جميلة فكرة الممشى هذا من الحرم النبوي إلى قباء، يعني حتى فيها يعني إحياء لسنة إنه من يعني انطلق من أو خرج من بيته إلى مسجد قباء. طبعا هو الحديث لم يعني يقول لازم تكونوا ماشيين أو شيء زي كذا، لكن فيها نوع برضو من الارتباط بتراثنا تاريخنا القديم. حقيقة يعني الإخوة في هيئة السياحة في المدينة جهود عندهم حقيقة يعني واضحة، وجهود كبيرة في المحافظة على أشياء كثير من التراث والآثار، يعني أحييهم والله حقيقة. طبعاً هذاك مسجد قباء اللوحة، كما يتضح يعني هنا قاموا بإغلاق وعمل التفاف يعني
يوتيرن بدلا من هذا، لانه اصلا الكوبري موجود، فليش للمحافظة على او يعني لشق الطريق هذا للمشاة او انشاء الطريق هذا للمشاة. ايوه، ما تعبير عجبكم؟ انا هذه الخضرة والله ما بعرف، خلينا نشوف بس. احنا بركز على الممشى بلاش ندخل في امور ثانية. هذه نحن في طريقنا كذا، طبعا هو لم يكتمل يعني، لا تظن اننا حنوصل لقباء. ها طبعا يوجد زي يعني حديقة، وامام الحديقة هذه هو اللي هو ايش العرض البرونامي لتاريخ المدينة. دوبي سألتهم العرض البانورامي لتاريخ المدينة. استمر الطريق هكذا. هذه القبة الخضراء يعني حتشوفوها بعد شوية في الكاميرا وانا ماشي، اللي هي العرض البانورامي، قالوا 10 دقائق فيلم اللي عن تاريخ المدينة والمدينة، 10 ريال مدته 10 دقائق، كل نص ساعة يتعاد الفيلم أو المقطع هذا أو هذا، يعاد لتعريف الناس بتاريخ المدينة. ما بعرف أشوف إذا في وقت. هذا مشهد آخر من الحديقة. أنا طبعا رجعت طبعا نفس طريق قباء. هذه النافورة، الله أعلم، أعتقد أنه المفترض أنه الأطفال ما يكونوا، ما بعرف إيش رأي البلدية يعني، لكن هي هذه النافورة معمولة بنفس طريقة المشاة من الحرم إلى قباء، عشان تكونوا رابطين الموضوع كذا. ويمتد الطريق هكذا.